تحية مجددة لكم مشاهدينا وعودة إلى فقرات غرفة الأخبار. ومن أكثر الفترات العصيبة المليئة بالضغوط والتوتر في كل البيوت هي فترات الامتحانات، ومن أكثر العادات السيئة شيوعا في تلك الفترات هي إهمال الطالب لصحته وتركيز كل اهتمامه على المذاكرة فقط، ولكن كل ذلك قد ينعكس عليه بالسلب، فالتغذية في الامتحانات تساعد على إبقاء الذاكرة جيدة، وأيضا ممارسة بعض التمارين اليومية الخفيفة تعمل على تجديد الدورة الدموية ومن ثم تنشيط المخ والذاكرة. ولمعرفة هذه الخطوات مشاهدينا نسعد باستضافة الدكتور فتحي بن أشنهو، طبيب مختص في الصحة العمومية. صباح الخير دكتور. صباح النور، هاكم بروك. شكرا لك دكتور. إذا دكتور، يعني يوم غد سيكون يعني أول يوم لامتحان شهادات التعليم المتوسط، وبعده بأيام فقط يعني يوم 13 سبتمبر إن شاء الله سيكون موعد البكالوريا. يعني خلال هذه الفترة دكتور، التلاميذ يركزون كل اهتماماتهم على يعني المراجعة واستدراك الدروس والحفظ وغيره، يعني ويهملون الجانب الصحي يعني هو التغذية. دكتور فتحي بن أشنهو، ربما ما هي النصائح المقدمة لهؤلاء الطلبة وما هي التغذية التي تساعدهم على التركيز يعني والحفظ دكتور بن أشنهو؟ شوفي، أولا لازمنا تكون عندنا كسبوها في حياتنا اليومية معلومات قاعدية. هذه الامتحانات المدرسية ما راهيش استثنائية، رانا مدة عشرات وعشرات السنين كل عام في جوان. بون، ماشي هذا العام، يعني هذا العام استثنائي. استثنائي يعني في جوان. المهم، استثنائي ولا ماشي استثنائي، كل فترة تكوينية، هذه اللي لازم الأولياء والتلاميذ يفهموها. كل فترة تكوينية، ما نشرحوا دائما للثانوية كلي نروحوا من 8 إلى 12 ومن الآخر نخرج على 5 ونولي ونروح. لازم يكون في أذهاننا وأذهان التلاميذ ما بأن هذه الفترة يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، شهور بعد شهور، يلحق وقت تاع تقييم هذا التكوين. يعني كي تكون في بالنا هذه ونكونوا مهيئين وعارفين بان كياني نروح للثانويه ولا متوسط وكاع، كاين وقت يلحق فيها. احنا انا شخصيا ندهش كيما كي يلحق وقت امتحانات، الامتحانات والصحه والتهيئ البسيكولوجي تقولي يعني حاجه طاحت علينا من السماء. هذه واحده. رغم اللي كاين الطب المدرسي، رغم اللي هذاك الطب المدرسي متكون من طاقم فيه طبيب، فيه طبيب الاسنان، فيه بسيكولوج، فيه كلش، يعني يعمل يوميا، يسهر ومسؤول على صحه هذاك التلميذ. مثلا في الموضوع تاعك، في السؤال تاعك اللي طرحتيه، حول التغذيه. التغذيه السليمه ما كانش تغذيه فوضويه، يعني حره بين قوسين حريه الهبال. النهار اللي يجي الامتحان يعني كاين تغذيه خاصه، هذوك الخمس ايام ست ايام ولا شهر من قبل وكاع. ها هي القلب تاع النجاح في الامتحان. حاجه وخطوره، رانا شفنا بان بدات تتطور في الجزائر في وسط التلاميذ والطلبه هذا الفكره بان كاين ماده ما ولا مشروب ما رايح فجاه يقوي الذاكره تاعنا، يقوي التركيز تاعنا. هذه راهي غلطه كبيره، التركيز والفهم تاع المواضيع راهو يتكسب تدريجيا، راهو يتكسب بفضل الحياة اليومية السليمة. أنا نتأسف وأكثر من نتأسف نغزل اللي نسمع، اسمحي لي، سؤال كيما هذا يا اللي أثر على الأولياء. أولادكم هاي نقطة رئيسية أكثر من التغذية، أكثر من كل حاجة، هو النوم. النوم مش بالمفهوم تاع الدارجة تاعنا الحلم، احنا كي نقولوا نمت يحب يقول حلمت، لا، النوم هو الرقاد،
فترة الرقاد. يعني وخلال الامتحانات احنا نعرفوا انه كل الطلبة يعني يتخلوا على النوم دكتور فتحي. الان لو كان لا غير قبل الامتحانات، الان بالاخص الشباب الطلبة واللي يجوزوا امتحان راهو عندهم فترة النوم طول العام مكرسة، بالاخص بسبب بين قوسين عدم التسيير العقلاني تاع هذا واش يقولوا له التليفون بورتابل سمارت فون، خليني نهضر شويه انجليزيه. هذا السمارت فون وهذا الشاشات، اني نستعمل الجمع، الشاشات تاع التلفزيون، الشاشات اللي شفت انايا الشباب حوس سقسي يسهروا حتى الزوج ثلاثه تاع الصباح طول العام وهما يشوفوا مقابله كره القدم. الزوج لا تصبح وينوض، ينوض الصباح بكري مصروع تماما يتوجه الى القسم. كيف تحب يركز كيف تحب، وتظني هاو الخطر وين، هاو الخطر يظن بان كي يجي الامتحان شهر مقبل ولا 15 من يوم مقبل، اذا تلجى البعض المشروبات والبعض المواد الغذائيه راهي داتنا ما راهيش اله، داتنا راهي تركيبه دقيقة. الإنسان باه يركز، والحاجة الأولى اللي نأكد عليها هي النوم الرقاد، هذه لازم يكون كيف يقولوا عادة، تكون عادة. نعم بصفة منتظمة، كما بصفة منتظمة. نعم. ونقولها بكلام تاع الألفاظ اللي يستعملوهم الشباب، الرقاد تاعنا لازم يكون مريقل. نعم. النوم تاعنا مريقل عنده خصوصيات، وهذا بالفرنساوية يقول لك كيدور ديني، يعني اللي يرقد أكثر من اللي يتغدى، اللي يرقد في وقته ويستغل النوم تاعه أكثر من واحد اللي يتغدى. نعاود نولي فعلا أكل السليم ذاتنا لازم منها نولفو لها. لماذا؟ هاي التربية الصحية اللي أنا نظل نغلي عليها، لازم نربيه تربية صحية، نفهموا واش هي أكل سليم. ننجم نقول هكا أنايا مباشرة كلوا الخضر والفواكه وهذا ما كانوا واسي، ولكن هذا الكلام هل عنده تأثير عند الشباب؟ أنا نحب يكون عنده تأثير، ماشي بمناسبة. هم ناخذ مثال دوك الشباب يفهموا. هنا نعطيو بعض الأسامي تاع رياضيين بالأخص كرة القدم مشهورين العجايز تاعنا ولاو يعرفوا الاسامي، ما نقولش الاسم. راكي عارفه انا نتاسف لو كان لا القنوات التلفزيونيه ما يوريوناش هذاك الباطل في في في, في الارضيه تاع، يوريونا كيف يتهيئ، ما هي التهيئ تاعو قبل المسابقه. الامتحان يبقى مسابقة أكيد. قبل المسابقة وشون أنا شفت الشريط تاع تور دي فرانس تاع الدراجات هذوك تور دي فرانس، أنا دهشت. إحنا نحسبوا اللحام وكل قبل المسابقة بقيلة خمسة سوايع، صدقيني يأكل طبق تاع سباغيتي ما فيه لا الرصاص لا الفرماج لا والو، هكاك سامبل، وهذا باطل، هو راح يربح المسابقه. احنا يا لازم اولا التغذيه تاعنا يوم الامتحان تكون تغذيه خفيفه، ما تكونش ثقيله، تكون سليمه، ما نطيحوش على القليان، ما نطيحوش على المراقي. نعم، في هناك يعني بعض الأغذية دكتور فتحي بنا شنو يعني ينصح بها يعني بالأكل خلال فترة الامتحانات؟ الخضر والفواكه بالأخص، راهي درجة الحرارة مرتفعة وكلش، نديرو طبق تاع لي كريديتي بالفرنسية، كريديتي يعني كيما الخيار كيما الطوماطيش كيما البصل. ما نقولش انا دوك البصل اللي فواح لي فمي، ما راكش عارف في معرض تاع البصل، الطوماطيش، الخيار، الشلاظة، الكرافس، الزرودية، يعني ها هي الطبق اللي لازم. مثلا الصباح في فطور الصباح، فطور الصباح ما نروحش نجري الحليب القهوة، وهاي فكرة خطيرة، نضرب قهوة باه نقعد مخي، هذا
هذا تهتريف سيتون ديلير. القهوة بتقعد لك مخك، لماذا؟ لأن فيها مادة يقولها كافيين منشطة، هذا الكافيين نستعملها في قاعة الإنعاش، هذا المادة الكافيين، مانيش نقول القهوة، المادة الكيميائية اللي موجودة فيها، ولازم مادة كمية كبيرة. كيف أنا كي نشرب راني نهترف، نضرب فنجان الصباح هذا هذا مخي راهو يهترف، ماشي ما عندوش تأثير. أصبح مثلا العسل نضربه العسل، هذه قضية اللي جي، قضية اللي جي. أنا نفضل نقول بأن الجي نضرب فاكهة، والحمد لله هاو الدلاع مثلا، ناخذ الدلاع برج ولا زوج تاع الدلاع، فيه الماء فيه كلش وفيه الفوائد، فيه السكر. عندك البطيخ، عندك الخوخ، عندنا بزاف، عندنا البخسيس الكرموس، هذه بنادم يضرب حبيبات مع الصباح، هذه اللي عندها اهميه. نعم. وعن ما نتحدث يعني عند الوجبات دكتور فتحي بنا، شنو يعني نشوفوا انه معظم الطلبه يعني خلال هذه الفتره تاع الحفظ يعني انهم ما يقعدوش مع العائله تاعهم يعني على طاوله واحده من اجل يعني الفطور او العشاء، يعني كما نقولوا احنا بالدرجه ياكلوا سندويشات. هذه غلطه. نعم. لان هنا في الجزائر فطور الصباح ولا الغداء ولا العشاء كلي سيارة تروح للمحطة تاع البنزين، نعمروا احنا ما نديروش البنزين، نديروا الأكل وكل واحد ياخذ طريقه. هذه عندها تأثير إيجابي للامتحان، لأن فرصة تاع هذاك المترشح وليدنا ولا بنتنا تشعر بان كاين حميميه كما يقولوا مع الام، مع انا نحكي وانا راني منقطع نوعا ما به الروح للعنصر تاع الحنانه، العنصر تاع لافيكتيفيتي، ماشي اروح ناكل ساندويتش وقاعد لا لا نخدم لا لا هاتيك لا. ما حاجه اخرى لازم نفهمه بان الجهد يكون متواصل. نراجع ماشي حنعاود عام كله في 15 يوم. لا. عام مادة الفيزياء، الأدب العربي، مادة اللغات، مادة فلسفة في شهر. هذه ما درك نقول سي با لا بان، كيما الرومية يقول لك ما كان لا تعيي روحك. ما ننجموش نكومبريميو الوقت، ما نجموش نزيروا الوقت، الشهور ما نجمش نرتربيها في شهر. هذه قاعدة. لهذا الشأن في هذا الباب بعض الدول والعدد تاعهم راهو يقوى ما همش يركزوا إلا وفقط يوم الامتحان، تعقب ولا ما تعقبش الفينغا هذه، لا رامي كيف يقولوا يمزجوا يميكسيو بين حقيقة الامتحان في بعض المواد، ماشي الامتحان في كاع المواد والاخر يميكسيو مع العامل طول السنه، النتائج تاع الجهود تاعك طول السنه. وانا من الناس اللي راني 100% مع هذه الحاله، علاه نرفعوا هذيك لونغواس وهذاك الضغط وهذاك الثقل في اليوم الامتحان في 5 أيام راك حتلعب بحياتك. نعم أكيد دكتور. يعني فهمتي؟ لا أكيد دكتور، يعني نبقى دائما في موضوع التغذية بخصوص الامتحانات، فقط نعود لفكرة أنه الطلبة يعني ما يقعدوش مع العائلة تاعهم يعني على طاولة واحدة، ربما هذا كاين فان هناك سبب يعني يخص الأولياء، يعني عندما الطفل أو تلميذ دكتور بنشن هو يعني عندما يعني يقعدوا على طاولة واحدة الأولياء يبدأون بالتحدث دائما عن الامتحان وهو ما يسبب ضغوط أكثر للتلميذ. يعني ربما هذا هنا يكون ثاني خطأ تاع الأولياء، يعني أنهم يضغطوا على ابنهم أكثر. يعطيك صحة. هنا رانا نحكي راكي توصفي فعلا في جو تاع الامتحان، جو تاع الإرهاب في قلوب الأولياء والآخر الأولياء طبيعيا يحبوا، وهذه هذه هذه واقعية، هذه عندهم الحق فيها. أنا تبعت وليدي ولا بنتي مدة 7 سنوات ولا 8 سنوات، وانا نمول فيه وانا نسجع فيه وانا نواسي فيه وكاع، هنا لحقت الوحده المرحله وين مصيريه، هاي اللي لازم نفهمه، مرحله مصيريه. هذوك 3 أيام ولا 4 أيام هما مصير تاع عام ولا تاع 10 سنين. لهذاك الشأن لازم نخمو به نقصه. تروحي تقولي الأم بالأخص الأمهات ونحييهم،
تروحي تقولي الأم ولا تقولي الأب على راك خايف اطلقها مع واش جاجا ما سي با فري، لان راه واعي في ذاته في العروق تاعو بان المصير تاع وليده راح يلعب. لما ترفعي هذا الفكره المصيريه، تعرف شنو فكره مصيريه؟ حياتك تتلعب ثمك. لازم نرفعوا هذه لهذاك الشأن. هذاك الأب ولا هذاك وهذيك الأم راهي ترتاح تقول وليدي، والجهود تاعها الجهود تاعهم الأب والأم راح يتوزعوا طول العام. كي فاهمة؟ نعم، طول العام راح يتوزع، ماشي راح يطيح عليهم ثقل دف. نعم، يعني راح يعني يجب ان تكون المرافقة يعني طيلة السنة للتالي، طيلة السنة. وندعموا الأولياء ونفهموا الأولياء ونجتمعوا مثلا الثانوية ولا الآخر كل شهر، ولا يعيطوا للأولياء، ماشي بيقول لهم وليدك ولا بنتك راهي كذا وراهي كذا، لا، باه يشاركوا يعطيهم بعض المعلومات. الفرق تاع الطب احنا نقولهم ايدياس، يعني فرق الكشف المبكر والمتابعة للسويفي. المتابعة تبعي، يعني راك حتخفي على الأولياء باه نهار اللي يلحق هذاك يوم امتحان ما يكونش مغمومين بالخوف والخلعة. وكان والله لا، لو كان عندي كاميرا نروح مخفية نفيلمي الأولياء، بالأخص الأمهات، واني نأكد تحياتي واحتراماتي للأمهات، تشوفي هذيك هما لونغواس اللي فيهم. نعم، وحتى في هناك بعض العادات دكتور بنشنو، يعني عند الامهات خلال فتره الامتحانات ان الصباح عندما يجي الابن تاعها متوجه الى مركز الامتحان يعني تعطي له 7 حبات روز ولا 7 حبات زبيب، تقول له من اجل يعني انك تقوي الذاكره تاعك والتركيز. الزبيب موافق، الزبيب يعطي تقويه، لازم في عوض الروح. هاني نقولها، لازم نولفوا ولادنا ونفهموهم ونوجهوهم كما بالفرنسي يقول لك اكليري، يعني تعطي له الضوء، توري له الطريق. في عرض الروح انا نشرب مشروبات يعني كارثيه للذاكره وكارثيه للدماغ، راهي كارثيه، راهي البيع حر يعني، وماشي راهم طايحين عليها، لان ايضا فعلا نعطي له زبيب، كمشه تاع زبيب في مكتوبه يعطي مقويه. في عوض ياكل الحلوه، في عوض ياكل يرفد الزبيب، في فائده. الروز والله ماني عارف بالك تبخر له به ولا معليش، هذاك البخور ولا بخور خفيف ما تعطيوش حاجه، يعطيك الصحه اللي تطرق تعجب. انت قلتي تعطي له بعدين في مكتوبه. كاين اللي تهيئ له، مانيش عارف منين جابتها، طيب له كاش تيزانه ولا كاش عقاقر ولا كاش عشب اللي تعطيهم له تيزانه. حنايا نقولها هذه الثقافه الجزائريه القاعديه، حنا كنا الامهات تنحي لك شويه تاع فيجله، تعرفين فيجله واحد الاخر ديرهم لك هنايا، يعني حنايا كنا نكرهوا خاطر الريحه تاعها ما نحبوهاش، ديروا الفيجله هذيك ما فيها حتى يعني بالك تقرب اكثر، والام تبين لوليدها ولا لبنتها بانها يتخمم عليه راهي تحبها، هذا يحفز المترشح. ولكن حذري تشربي هذه التيزانه ولا هذه الماده ولا والو، قلت اكل سليم الصباح مثلا كيما العسل، العسل الحر ماهوش عسيله، ياك ديري الفرق ما بين عسيله لو سوكر انترفيرتي والعسل الحر، ماشي 10 كيلو مغيرفه تاع قهوه ولا تاع ديسير ياكلها قبل ما يروح ها مكان. والصبح طرف خبز، يعني كما قلت لك فواكه، ما في حتى مشكل، يعني المواد الطبيعيه 100%، 100%، لان ذاتنا ما تدوزيهاش، نقولها بالدرجه ماشي كثر ندوزيها، اعطيلو هذه واعطيلو هذه واعطيلو، كاين كيف تعطيلو حبابك السمن مخلط بالعسل الصباح راح يجوز امتحان. الله الله الله، نعلو بليس يا جماعه، شويه عسل ما فيش مشكل، فواكه، الخبز فيه فائده، وافضل ماشي خبز فريشك، ماشي الخبز غير كيما خرج من عند الخباز، الخبز تاع 24 ساعه، الخبز اللي بايت
هذيك طرف خبز ما في حتى مشكل، ماشي انه تصبح بكري عند الخباز. الامهات والله الا نحييهم الله يطول عمرهم اللي ماتوا الله يرحمهم، لان قلبهم حي. وشوف الجهد، وهذا كي يشوف الام تاعو دايره هذا الجهود. نولي كوبافل انا في امتحان، نقول لك يا الله شوف يما كيف رايت واسي وبابا راه معيين وانا نحب نفرحهم وكذا. يعني كي على كي، ضغط على ضغط، ضغط على ضغط. ولكن هذا الكلام اللي راني نقوله لازم نوسعوه. نشكر البلاد اللي تعطي الفرصه لهذا، والله سانسيرمون حقيقه هذه هي التاريخ. ولكن لازم هذا الكلام هذايا، هذه الاهتمامات نوزعوهم طول العام. والنظام الصحي تاعنا كاين لها ياكل، قلت لك على لي دي اس، الوحدات الكشف المبكر والمتابعه، المتابعه لو سويفي، متابعه جسديه، متابعه عقليه، المتابعه لتهيئ. مثلا ماشي شهر قبل الامتحانات نبداو نزغدو نلعبوا القلال، نعم. هذه طول العام نهيئ الاقسام، ماشي نهيئ حسنه في سنه ندير مثلا الدرس ولا محاضره للتلاميذ، لا بصفه دائمه. خاطر لابيداغوجي، البيداغوجيه هي لازم في الاعاده افاده، في نعم. الاعاده نهيئوا باه كي يلحق. هي المشكل الكبير تاع الاخر هذا لو باشوطاج، يعني كي يبقى شهر ولا 15 يوم ما ترقدش ما تاكلش، تخلي الحياه تتربى. نعم، يعني كاين بعض التلاميذ حتى انهم يعني ما يخرجوش حتى لبرا، يضربهم شويه الهواء دكتور. هذه هبال. الغرفه اللي راهم فيها غالقينها لا اخرج اخرج اخرج، ماشي تروح تصلي حتى الزوج ثلاثه تاع الصباح كما يقول واحد العجايز نشوفها في التلفزيون، نخفوا على قلوبنا. هذه اللي لازم. ولكن قدرت لك على الفوتبال، البطل اللي يشارك في الالعاب الاولمبيه خطره في الربع سنين العاب اولمبيه فيها الميداي تاع الذهب، الميداي ماشي 15 يوم قبل المسابقه يبدا يقدش يبدا يزغد. والله العظيم لو كان تشوفي غير يخلصوا الالعاب الاولمبيه يبدا التهيئه تاعو باه يلحق اليوم الامتحان، يوم المسابقه، يوم المقابله، يلحق مهيئ. نعم. وبالاخص موجد في الاخر. حقيقه يكون كاين شويه خوف، ماشي كيما الخوف الضغط البسيكولوجي اللي راهو على التلاميذ تاعنا قبل الامتحان، والضغط على الاولياء. اكيد حنا نتمنى التوفيق لكل التلاميذ. هذه طبعا وعلى هاني نغلي هكا اني حبهم ما يسوفريوش ما يتعذبوش وينجحوا في الامتحان تاعهم ان شاء الله. اذا نشكرك الدكتور فتحي بن عشان، هو طبيب مختص في الصحه العموميه، على كل هذه التوضيحات. كل الشكر ليك. اذا حظ موفق لكل التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهاده التعليم المتوسط يوم غد، وامتحان شهاده البكالوريا يوم 13 سبتمبر الجاري. اذا مشاهدينا متواصلون معكم ونلتقي بعد الفاصل.